सफ़े दुरुस्त कर लीजिए, कदम से कदम और कांधे से कांधा मिला लीजिए। ख़वातीन भी सफ़े दुरुस्त कर लीजिए और पहली रकात में तिलावत सजदा है, इंशाअल्लाह दूसरी रकात में क़ुरूत नाज़िला पढ़ी जाएगी। नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا أفمن كان مؤمنا
سمع الله لمن حمدا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم اهزمهم وزلزلهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم اهد إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشام 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 وفي مصر وفي مصر وفي مصر وفي الهند وفي الهند وفي الهند وفي كل عالم وفي كل مكان
اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وشتت شملهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وفرق جمعهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة قبل الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا 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 ولأخواتنا 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 ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إن قلوبنا لا تحزن اللهم إن قلوبنا لا تحزن وإن عيون لا لتدمع وإن على فراق حبيبنا وجابرنا لمحزونين اللهم ارحمنا وأعتك رقابنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ولوالدينا ولأستاذنا ولأخواتنا ولإخواننا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير وأجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشام وفي مصر وفي كشمير وفي باكستان وفي العراق وفي العيران ولمن له حق علينا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين رب
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد خزيت وما للظالمين من نصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات وارزقنا صلاة قبل الممات اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك باليهود والنصارى عليك الظالمين ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين آمين يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين الكرام जैसा कि आप जानते हैं कि आज कौन से पड़ी गई देखिए परसों मैं किसी से सुना कि मस्जिद अक्सा गिराई जा रही है हमारा ये काम है कि हम कुछ कर नहीं सकते मगर हम उन भाइयों के लिए दुआएं खैर कर सकते अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद हमारी दुआओं की वजह से उनके दिलों में खौफ डाल दे अल्लाह उनके ऊपर जलजले ला दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये काम कर सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन वही रब है जो हजरत सुमैया का भी रब था वही रब है जो हजरत बिलाल का भी रब था जब वो दुआएं करते तो दुआएं कबूल हुआ करती थी आह वो जारी के साथ जब दुआएं करते तो वो दुआ कबूल हुआ करती थी हमें भी चाहिए कि हम
صرف قنوت نازلہ تو پڑھنا ہی ہے، مگر ہم اپنی خاص دعاؤں میں ان بھائیوں کا بھی خیال کریں. کیوں کہ آج مسجد اقصیٰ گرائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ حرم شریف پر حملے کی سازشیں کی جا رہی ہے یہودیوں کی طرف سے. کس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہے، آپ لوگ سوشل میڈیا کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہے، اور منافقوں اور ان یہودیوں کو برباد کر دینے کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کے دلوں میں اختلاف و انتشار اللہ پیدا کر دے، اللہ رب العالمین ان کے اندر ان کو ایسی موت دے کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما. اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. جنت الفردوس مریم علیہ السلام کا ساتھ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی بنا دے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا پہرہ دار بنا. آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی